برأيك وصلت الاتصال الموبايل هل هي نعمة أم نقمة وليش؟ نعمة أو نقمة؟ هل هي نعمة؟ ليش لحتى تكون نقمة؟ لأنه في تواصل اجتماعي بين كل فئات الشعب، وتاني شيء الطلاب جامعة بيستفادوا من وراها كتير، يعني من هيك من واقع من أي شغل. وسيلة الاتصال ساعدت الكل لحتى يتواصل مع بعضه ببلدنا وخارج البلد. سيف ذو حدين بصراحة الموبايل، ممكن يكون إيجابي وممكن يكون سلبي، بس نحن عم نستخدمه هلأ بوقتنا الراهن بشكل سلبي. أنا برأيي 99% بشكل سلبي، عم نستخدمه لأشياء كتير سيئة، خصوصا النت. هلأ ما بعرف عم نستخدمه بما يفيد مثلا، يعني معروف النت هلأ كتير صاير سلبي أكتر ما أنه إيجابي. برأيي هي نعمة ونقمة مع بعض. هلا في احيانا الواحد بيحتاج انه اتصال سريع بكون مكان مثلا مقطوع او بعيد، بيحتاج انه يتصل مثلا اذا اجيته مشكله او كذا او شيء شغله. ونقمه، النقمه لانه صار في وسائل انترنت كثيره وفي كثير شغلات ما كويسه. لا بالعكس، هي نعمه كثير، يعني وسيله للاتصال، في احسن من هيك؟ فيك تقول نامي وفيك تقول نقمة بنفس الوقت، بس إذا الواحد أحسن استخدامها بتكون نامي طبعا، بس إذا أساء استخدامها أكيد راح تكون نقمة، والحمد لله نقمة عند الكل. والله يعني حالات وحالات، يعني هلا نعمة إنه الواحد بيطمن على الثاني وين إنه هو بيستفقده، بس نقمة على حالات الإنترنت المدمنة. هي نعمة أنا برأيي، إنه أحيانا بتفيدنا كتير، بتوفر علينا المسافات. هلا هي حسب الاستخدام، يعني حسب الشخص، ممكن الشخص يستخدمها بشغلات مفيدة وممكن يستخدمها بشغلات ضارة، وعالم هيك وعالم. هي تقريبا يعني فينا بناخذها نحن من جهة معينة نعمة، وفينا بناخذها من جهة نقمة، لأنه النعمة نحن كثير يعني بنستخدمها إنه تواصل، إذا بدنا نعرف شيء عن حدا أخبار حدا، ونحن بالفترة الأخيرة يعني بهالفترة من 3 سنين 4 سنين ببرامج الاتصال صارت نقمة. لأنه يعني تلاقي الموظف هو ما يشتغل عليها، طالب ما يشتغل عليها، لهيت العالم كله عن شغلها، بس لا بضل إلى جانب سيء وجانب منيح. أنا بشوفها نقمة، مو بكل يعني الظروف، بس استخدامها، طريقة استخدامها نقمة. نعمة لا لما بتحتاجيها، بس لما بتزيد عن حدها بتصير نقمة. نعمة ونقمة. لأنه نعمة مشان الاتصال، بس نقمة الهاي.